صوت العرب من القاهرة. بدون أدوية، معلومة طبية ووصفة صحية للأسرة العربية، روشتة مجانية لعيشة هنية. روشتة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. كل يوم معلومة جديدة وإضافة جديدة لحياتنا في شكل روشتة مجانية. روشتة بنقدمها لحضراتكم عشان نحمي نفسنا من أمراض كتير، وعشان نقلل المضاعفات والمخاطر لو عندنا أي أمراض أو مشاكل صحية. ومعانا ومعاكم ومشرفنا دكتور عزة نصر، أستاذ علاج الأورام ورئيس وحدة الوقاية والاكتشاف المبكر للأورام بالمعهد القومي للأورام. صباح الخير دكتورة. صباح النور. احنا النهاردة طبعا دخلت على طول على الحلقة عشان عندنا كلام كتير ووقتنا قصير، فطبعا هنتكلم عن العلاج الإشعاعي. كنا اتكلمنا عن التطور اللي بيحصل في أجهزة العلاج الإشعاعي. تمام. وازاي ان هي هدفها ان هي تقلل على قد ما نقدر الإشعاع اللي بيوصل للأنسجة الطبيعية وكله. تمام. يبقى على الورم. تمام. وده اللي بيخلي الآثار الجانبية للإشعاع تبقى قليلة قوي. تمام. طبعا في احنا ناس كتير بتقعد تسألنا حاجات غريبة شوية. فانا عايزة مثلا العلاج الإشعاعي اولا ما بيأثرش إلا على المكان اللي بياخد عليه المريض. تمام. يعني مثلا ممكن نكون بدي إشعاع للسيدة على الثدي فتقول لي أنا ما الذاكرة عندي تأثرت. لا، أو شعري واقع. دي حاجة تانية خالص. زي ما قلنا الكيماوي ممكن يكون بيمشي في الجسم كله فممكن يعمل أعراض بعيدة عن الورم، لكن تمام. الإشعاع عمره ما هيشتغل ولا هيروح في أي حتة غير الحتة اللي بيدي عليها. يعني هو بيأثر أو الأعراض الجانبية بتبقى مرتبطة بالمنطقة دي. مظبوط. يعني لو على مثلا الفك مثلا مثلا على المنطقة دي. يعني مثلا بندي على الفك أو أي حتة في الرأس أو الرقبة ممكن مثلا يحصل شوية التهابات في الفم والبلع ممكن يحصل شوية صعوبة في البلع. بس اللي أنا عايز أقوله إن كل الأعراض دي ابتدت تقل قوي عن زمان مع التطور في الأجهزة والتكنولوجي في العلاج الإشعاعي. تمام. الحاجة السؤال التاني مثلا اللي بيسألوه لنا المرضى ده يقول لك هو انا بعد ما قريبي ياخد الاشعاع اقرب منه او اسمح للاطفال يجوا جنبه يعني. هو مشع. وطبعا مش مشع على الاطلاق، لان تمام. الاشعاع في الاشعاع الخارجي احنا ما بنستعملش ماده مشعه. الجهاز بيبقى بيطلع او بيصدر اشعاع بطريقه معينه بياخدها المريض من الجلسه وبيخرج طبيعي خالص مفيش اي اشعاع، ما بيمتصش حاجه وبيشعها بعد ما كده. بيمتصش حاجه ويشعها. لكن لو مثلا لو بندي المريض يود مشع مثلا كده ده بنحجزه، ده في حاجه تانية. ولو هو هيبقى كده بيبقى يتحجز لغايه ما يخلص. لكن الاشعاع العادي الخارجي لا، طبعا يروح بيته وبيجي وبيتعامل مع عائلته ويقرب للأطفال زي ما هو عايز، ما فيش حاجة اسمها ان هو مشع او مشع. طب وحاجة مهمة برضو نتسأل برضو اكيد عليها، هل يخلف ولا يعني مثلا حد هياخد جلسات علاج اشعاعي هل بيأثر على كبيرة. دي قصة. طبعا لو زي ما قلنا العلاج الاشعاعي موضعي فانا لو اديت الاشعاع على جزء جنب مثلا المبايض فطبعا ده هيأثر على الخلفة طبعاً. تماما طبعاً. بس الحاجات دي احنا بنقولها للمريض قبل ما نبتدي اي حاجة، لان انا بقعد مع المريض وبفهمه ايه الاثار الجانبية. فلو لكن لو العضو مثلا فوق في ايده مثلا في كف الايد ده ملوش اي علاقة بممارسة الحياة او تأثير على الانجاب لا على الانجاب ولا ممارسة الحياة الزوجية ولا اي حاجة فدي بعيدة. لكن لو هي حاجة قريبة من المنطقة دي ده انا بقى طبعا ممكن تأثر، لكن لازم أكون من الأول مفهمة المريض وإنه إيه الحاجات اللي تحصل وإزاي نقدر نتجنبها. زي مثلا في حاجة اسمها سبيرم بانكينج أو لو هي هتأثر بنخليه يروح يحفظ الحيوانات المنوية لو هي على مكان يعني ليها حلول. كل حاجة ليها حلول، بس المريض يتكلم مع الطبيب والطبيب يفهمه وفي ليها حلول كثيرة يعني. طبعا هو أكيد في كمان إحنا دلوقتي بقينا في ممكن مثلا لو أنا هدي إشعاع على منطقة جنب المبايض في حاجة اسمها إن إحنا بندخل المريضة الأول تعمل عملية إنها تبعد المبايض عن المنطقة اللي هدي عليها علاج إشعاعي، وأنا بالحسابات وبالتكنولوجيا الحديثة بدي الإشعاع على المكان ده وما بخليش المبايض يجي لها إشعاع. ودي حاجات كلها موجودة ومتوفرة وبنعرضها على المريض قبل ما أو المريضة قبل ما نبتدي العلاج الإشعاعي. دي كلها حلقات فيها أمل وحاجات جميلة جدا وأخبار جميلة لكل الناس.
واكيد احنا على وعد ان حضرتك هتشرفينا تاني ان شاء الله باذن يعني الله. هنتحايل عليكي ونفضل وراكي لحد ما تجينا ان شاء لا الله. لا ان شاء الله عشان الناس تستفيد بعلم حضرتك باذن الله. طبعا طبعا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره عزه نصر استاذ علاج الاورام ورئيس وحده الوقايه والاكتشاف المبكر للاورام بالمعهد القومي للاورام. شكرا جزيلا لحضرتك. نعم شكرا. ياريت نكون أضفنا لحضراتكم ولحياتكم طعم جديد، طعم متلون بالبهجة والعافية والصحة. ولو عندكم أي أسئلة أو اقتراحات أو معلومات ابعتوها على صفحة روشيتا على الفيسبوك أو تتصلوا برقم 011-0-820-24. روشيتا مجانية لعيشها مية. روشيتا مع الدكتور وائل صفوت و سعدي حسين.